غنتحطو ان شاء الله هذا المهرجان في الطوابق السابقه ديالو، غنحاولو نديرو فلاش باك غنتحطو ان شاء الله المهرجان في الدوره الثالثه ان شاء الله بواحد الشكل مفصل لانه الاهم. ايضا الاكاديميه السينمائيه، واخيرا نتكلم ان شاء الله على شركاء المهرجان او اصدقاء. هذا بالنسبه للجزء الاول. بالنسبه للجزء الثاني غادي يكون هذا المجال مفتوح للتدخلات ديالكم والتصاريح ديالكم. قبل ما نبداو ان شاء الله نتكلموا على المهرجان، لابد ان نشير للجمعيه اللي كتكون المهرجان ان شاء الله. فبالنسبة للجمعية هي جمعية رسالة الفن، بالنسبة للناس اللي ما كتعرفهاش، هي جمعية فنية ثقافية تأسست سنة 2014، يعني عندها واحد